خير، صباح الفل، صباح القشطة، صباح البلد. بصبح على حضراتكم وحلقة جديدة وبرنامجكم صباح البلد على قناتكم صدى البلد. معاكم إن شاء الله لغاية الساعة 10 بموضوعات مختلفة ومتنوعة، لكن خلوني في البداية أصبح على زميلتي اللي وحشاني قوي قوي قوي، نهاد. صباح الفل يا نهاد. صباح الورد يا رشا، انت وحشاني اكتر، وكل سنه وانت طيبه. خلاص يعني ساعات بتفصلنا عن راس السنه حقيقي. وعن سنه جديده. خلاص احنا ايه، خلاص بنتكلم في عد تنازلي. بالظبط، هنفضل بقى نعد العد التنازلي ده من دلوقتي لحد الساعه 12 بالليل. خلاص هنودع سنه 2023 بكل اللي حصل بيها بقى من حلو الوحش، وهنودعها بقى ونقول لها باي باي، ونستقبل سنه جديده 2024 معاكم كده يا رب، وتكون شايله لكم كل الخير وكل الفرحه وكل السعاده. بس ما ينفعش افوت فرصه زي دي غير طبعا لما اسال رشا في الاول. في ايه رشا؟ 2023 اكتر حاجه حلوه حصلت لك في 2023، واكتر حاجه قلتي دي كانت وحشه قوي حصلت في 2023؟ بصي انا من النوع الهادي قوي، يعني مش من النوع الله وفرح. الاحداث كتيره حواليك، بس الاحداث السياسيه والاحداث بشكل عام كانت كتيره قوي، ما كانتش حلوه قوي. يعني حتى في بلدنا خليني اقول انه الظروف اللي بتمر بيها المنطقه وظروف مأثره على البلد، فدي مأثره على الناس كلها. لكن كل يوم الصبح بقول لو انا عايشه في امن، لو انا عايشه في امان، لو انا اهلي كويسين حواليا، لو قادره اوفر لنفسي حته جبنه وربع عيش، نقول الحمد لله. بقول الحمد لله، يعني مش طالبة أكتر من كده. لو أنا بصحى الصبح بلاقي إن بناتي بخير وعايشين عادي، بقول الحمد لله، سلام وفي أمان، وإن إحنا عايشين كلنا في مصر يعني في استقرار، الحمد لله. في استقرار، الحمد لله. فكل يوم لما بشوف أهلي مثلا وأكلمهم ولا أقابلهم ونتمشى في الشارع أو حتى ناخد فنجان قهوة في أي حتة، بقول الحمد لله. الحمد لله على كل النعم. طبعا دي نعم على فكره. أكيد أكيد، وده اللي كاتبينه ناس على الفيسبوك كتير، الحمد لله على نعمه اليوم العادي. ايوه انا بتعجبني الكلمه دي جدا، اليوم العادي. اليوم عادي ان انت تروح شغلك وترجع تتغدى وتتفرج شويه على التلفزيون وتنام، دي نعمه. اكيد والله دي نعمه، دي نعمه. مجرد بس ان احنا ننام ونصحى ليوم جديد، نبتدي يومنا يعني ان ربنا كتب لنا يوم جديد، فطبعا دي نعمه الحمد لله عليها. ولكن امنيه رشا مجدي في سنه 2024 ايه؟ امنيه نفسك تحققيها؟ نفسي مصر تبقى عاليه، ترجع تاني حلوه للناس كلها ونمر بالازمه دي. نفسي ربنا يحافظ لي على بناتي وعلى جوزي، وربنا يعني يخلي الصحاب مع بعض دايما ونفضل المحبه بينا، والسنة تمر بهدوء. دي أمنيتي، مش عايزة حاجة من ربنا أكتر من كده. إن شاء الله إن شاء الله يعني سنة 2024 تبقى شايله لك كل الخير إن شاء الله لينا جميعا. يا رب يا رب يا رب. وأنا برضو هضيف أمنية على أمنية رشا، وأقول يا رب كده يحفظ بلدنا ويحفظ شعبها ويحفظ المنطقة كلها الحقيقة، يحفظ أخواتنا في فلسطين وفي غزة من كل اللي بيحصل. ولكن أكيد يعني زي ما كنت لسه بقول لك يا رشا، ساعات قليله الاحداث طبعا. يعني هو احنا صحيح يا جماعه بنودع 2023 بمرها اكتر من حلوها، لان هي كانت مره شويه خصوصا لكن من شهر 7 يعني. يعني خليني اقول انه من 7 اكتوبر تحديدا، يعني من 7 اكتوبر حصل كده قلبه تانيه خالص في العالم. 7 اكتوبر من ساعه ما ابتدى طوفان الاقصى وشفنا ايه اللي بيحصل على اهلنا في فلسطين. خليني اقول ان احنا يعني خلاص من 7 اكتوبر بقينا بنتابع العدوان الاسرائيلي الغاشم على الابرياء من اشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزه. كل يوم بيزيد، كل يوم بنلاقي سقوط الالاف من الشهداء، كل يوم بنلاقي انه في العديد من المفقودين تحت الانقاض. لما بتكلم على الشهداء من المدنيين الفلسطينيين، بتكلم على سيدات، اطفال، شيوخ. بالتاكيد ان احنا من 7 اكتوبر واحنا بنعيش هذا الواقع الاليم اللي بيخلينا
في حالة حزن كبيرة، خاصة إن إحنا بنشوف إن المجتمع الدولي وتحديداً خليني أقول القوى الكبرى بتتعامل مع الجانب الفلسطيني أو مع القضية دي بمعايير مختلفة تماماً. شفنا هما بيتعاملوا إزاي مع الحرب الروسية اليوكرانية ومدى التعاطف ومدى الدعم، وشفنا بيتعاملوا إزاي مع أهلنا في فلسطين أصحاب أرض وبيتم الاعتداء عليهم وبيعتبروهم هم الجناة. حاجة غريبة جدا، معايير غريبة جدا، معايير يعني خلينا نقول يعني بيوزنوا المواضيع بمكيالين، ده بقى باربع مكاييل كمان مش بمكيالين، ده بعشرين مكيال يعني كل شوية بحالة يعني. أكيد. وخليني أقول لك برضه يا رشا إن رغم طبعا قسوة الأحداث إلا إن اللي بيحصل دلوقتي يعني هو إحياء تاني للقضية الفلسطينية من جديد، ومش كده وبس، دي القضية الفلسطينية كسبت الحقيقة تأييد عالمي كبير جدا، الجميع كله متعاطف مع الشعب الفلسطيني، وهنا لازم طبعا نشيد بالدور المصري على مختلف الأصعدة سواء السياسية، وكمان مصر الحقيقة كانت أول من بادرت عقد مؤتمر دولي بالعاصمة الإدارية، وكمان المحاولات العديدة اللي بتبذلها القيادة السياسية لوقف نزيف الدم الفلسطيني، وكمان حجم المساعدات الإنسانية والإغاثية اللي قدمها الشعب المصري عن طريق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والمجتمع المدني، ده أكيد بيعكس عظمة الشعب المصري. بس في الحقيقة أنا بعتبر صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه الحدث الأبرز في عام 2023، إن شاء الله بإذن الله يعم السلام عام 2024 وتشهد مصر المزيد من الاستقرار والتنمية في ظل طبعا قيادة سياسية تعمل ليلا نهارا على تقدم الدولة المصرية، وأكيد بنتمنى طبعا لأشقائنا في فلسطين الاستقرار والأمان. تزول الغمة يا رب، يعني إحنا بس بنتمنى أن تزول الغمة، أكيد دي أمنيتنا في 2024، ومن أهم الأماني اللي بنتمناها طبعا في 2024 أن تزول الغمة عن أهلنا في غزة يا رب. طب تعالوا بقى نقول للسادة المشاهدين النهاردة حلقتنا هتكون ماشية ازاي. حلقتنا هتبقى مختلفة شوية النهاردة، يعني دايما أنا بتقابل مع حضراتكم في قراءة للصحافة و لكن يعني إحنا النهاردة عايزين نتكلم في قضايا مختلفة شوية، يمكن السياسة فرض نفسها على الساحة، لكن تعالوا بقى نتكلم على حاجات تانية غير السياسة لكن فرض نفسها على الساحة أيضا. أنا عايزة أتكلم على القوة الناعمة المصرية، أو هنتكلم على القوة الناعمة المصرية في حلقتنا. من أبرز الحاجات أو خليني أقول القوة الناعمة اللي احنا هنتكلم عليها هي الفن المصري. الفن المصري في 23 كان شكله إيه، خاصة إن الفن المصري بقى يعني زي ما بنقول كده كان في انحسار، لكن حصل تغير شديد جدا. الفنانين المصريين موجودين في كل مكان، بيسألوا عليهم بيتكلموا عليهم. هنتكلم عن أبرز الأحداث الفنية في 2023. يعني الوسط الفني كان هادي ولا كان في كده ممتلئ بالأحداث كان الفنية؟ كان فيه ممتلئ بالأحداث. أنت طبعا متخصصة في الموضوع. كان فيه ممتلئ بالأحداث. أنا استمتع بالفقرة على فكرة النهاردة. أنا ما بكلمش على أحداث طلاق وجواز وكلام من ده. أنا ما لا في أحداث تانية فنية يعني تقيلة موجودة. أنا بتكلم على في أحداث. في أغاني وفي قصص كتير. أغاني ومسلسلات وأفلام وحاجات كتيرة جدا يعني هي. هنشوف إيه أهم التوقعات الفنية في العام الجديد إن شاء الله. برضو هنعمل كده كشف حساب على 2023 كان عامل ازاي. هيكون معانا الناقد الفني الكبير الأستاذ طارق الشناوي. إن شاء الله الفقرة هنكون أنا وأنتي موجودين إن شاء الله. مع أستاذ طارق وهنعرف منه بقى كل الكواليس. أنا بحب أسمع آراءه جدا على جدا فكرة وأنا كمان. طيب تعالي نشوف فقرتنا التانية. فقرتنا التانية هتكون فقرة رياضية، هنتكلم فيها برضو عن أبرز الأحداث الرياضية بس اللي حصلت في 2023 وطموحات وأهداف الرياضة المصرية في 2024، وده كمان من خلال لقائنا بالناقد الرياضي عادل عطية. وأنا ورشا برضو هنكون موجودين معاكم في الفقرة دي، وهنشوف بقى الفقرة دي بيني وبينك عايزة هاني حتحوت، مش عايزة أصلا صح. الفقرة دي عايزة هاني حتحوت، عايزة هاني بقى يرصد كل هاني بقى يقعد يتكلم فيها، مش عايزانا احنا يعني. بس لا بس احنا برضو مش هنسيب الناقد اللي معانا النهاردة لما نعرف منه كل أسرار وكواليس اللي حصلت في 2023 في كل النوادي الحقيقة. صحيح. فقرتنا الأخيرة زي ما احنا متعودين هتكون فقرة طبية، هنتكلم فيها عن أمراض الذكورة. هيكون معانا فيها الدكتور أحمد العياشي استشاري جراحة الذكورة وعقم الرجال.
دي كده اهم ملامح وفقرات يومنا النهارده، وفقرات مختلفه ومتنوعه زي ما رشا قالت لكم، ولكن خليني كده اروح اخدكم ونتعرف اكتر عن الاجنده الثقافيه والفنيه واهم الاحداث والمناسبات اللي ممكن تروحوها النهارده. تعالوا نتابع.